طب الاب ده عمل ايه بس بدون الاب ده ببساطه ان هو بيكونكت على او بيتواصل المريض بيعمل له داونلود وبيشوف المستشفيات اللي حواليه في المكان اللي حواليه المستشفيات بتاعته وبيقول دي المستشفى بتاعتي ودي المستشفى بتاعتي ودي المستشفى بتاعتي بيكونكت عليها بالاب فالمستشفى بتشوف الريكوست بتاعه والطلب بتاعه ان هو عايز يكونكت بتشوف طبعا كل بياناته صورته بياناته الاساسيه البيانات التامين الصحي بتاعه بتفيريفاي البيانات دي وتعمل اكسبت زي كده ما انت بتكونكت بفريند في الفيسبوك بعد ما بيكونكت كل الريكوردز بتاعته او كل السجلات الطبيه بتاعته او الاشعه بتوصل له على الاب لو هي افيلبل في المستشفى يعني وانس ان هو عمل تحليل او عمل اشعه فبيتجيله بوش نوتيفيكيشن على الاب ان هو الاشعه بتاعته او التحليل بتاعه جاهز الميزه كمان ان هو وانس ان هو عنده الحاجات دي يقدر يبعتها لاي مكان تاني ببساطه بسهوله فالاب ده الحقيقه برضو يعني وانت قاعد في 3 ثواني بدل ما تقعد كعب داير بقى على المستشفيات وانت قاعد بتعرف انت رايح فين وجاي منين بالظبط الاب ده اسمه كير باسبورت وهو الحقيقه عمل نجاح برضو كويس جدا يعني في امريكا